النفسية. بس كعب الأندية السعودية أعتقد أنه دائما عالي في هذه البطولة، وأعتقد والله العالم أنه من ضمن الاشتراطات للمشاركة لابد التأكيد على أنه يشارك في الفريق الأول. واضح جدا أنه بحاجة الزخم الجماهيري والإعلامي، ما راح يجيك مثلا الزخم أو المتابعة الإعلامية والجماهيرية تجي عن طريق مثلا الفريق باء ولا الأولمبي، استحالة. أيضا مستوى النسخة أكيد لا. أنا أتحدث عن، أنا بشوف نجم صحيح. يعني اعتقد في احد المباريات في الدوري الاسباني نصف الجمهور طالب باعاده التذاكر لانه مثلا في مباراه برشلونه لانه ميسي ما لعب، يبغى النجم، الناس يبغى النجوم. بس تصحيح كلامك سليم، هي مش ثلاث بطولات، هي اربع بطولات. اربع دوري الابطال عام 92 وعام 99 والسوبر العربي الشباب عام 95 و2000. الشيء الثاني تبغى تلاحظون انه قريبة نوعا ما، قريبة مو نفس الستايل لكن قريبة جدا من البطولة الأوروبية، يعني فيها زخم كبير جدا وفيها تشويق. لما تعطي 9 شهور، أنا عيش 9 شهور في المنافسة أتابع. أنت تشوف البطولة الأوروبية، ليش الناس يعني ترغب في البطولة الأوروبية بغض النظر عن المستوى الفني؟ أنا أتحدث أنه المنافسة ما زالت مستمرة. لما المنافسة تستمر البطولة تبقى حية وذكرها عالق، حتى في ذهنيا مرتبط المشاهد العربي والمشجع العربي مرتبط بهذه البطولة. 9 شهور أعتقد من وجهة نظر أنها كافية، لكن السؤال يطرح نفسه كلام الدكتور سليم 100%، هل اللاعب العربي مستعد أنه يكون يدخل في هذه الرزنامة وينضغط؟ لأنه لاعبتنا إذا قال فيه 3 مباريات أو مباراتين بين مباراة ومباراة، أو عفوا يومين أو 3 أيام بين مباراة ومباراة، قال هذا مرهق. لكن في أوروبا أبطال العالم ولعبة نجوم يلعبون ولا عندهم أي مشكلة في موضوع الاستشفاء. نتكلم على نفسنا إحنا طاري، يعني ليش إحنا